من هذا المبنى يكون المدخل إلى القصر الرئاسي. إلى هذه الساحة يحضر المرشح الرئاسي بشار أبي يونس أسبوعياً لمواكبة جلسات انتخاب لا تنعقد. يتحدث مع الإعلام عن مشاريع الرئاسة وتحديات القيادة، وأيضاً عن الحظوظ القليلة التي يملكها للوصول. في عقم بقلب النظام لانه ما عم بيخلي يوصل حدا من الشعب اللبناني. ما في ديمقراطيه باللبنان، ديمقراطيه على الورق بس ما في ديمقراطيه، في حكم اقطاعي مثل حكم الامراء قديما، ما بيخلوا عامه الشعب يوصل، بده ناس تزقف لهم على طول، ما بيخلوا الشعب يبرهن عن طموحاته مثل ما بامريكا بالدول المتحضره انه هني وبس. يعني الاقطاع السياسي اخذنا له 70 سنه وما عمل شيء، ورط البلد بخراب، يتركوا هالوجوه الجديده برهن عن حيلها وتعمل شيء. في وقت يلف البرلمان حول نفسه بلا التوصل إلى رئيس، لا يهتم أحد بمشاريع مرشحين معلنين، ويلهف الجميع وراء رؤساء محتملين لم يعلنوا ترشحهم بعد. من غرائب الانتخابات الرئاسية في لبنان أنه ليس من آلية واضحة للترشح. الرئيس المنتخب غير مطالب بالقيام بحملات انتخابية أو بتقديم مشاريع سياسية أو حتى بالقيام بمناظرة مع مرشحين آخرين. الاتصالات السياسية والتسويات الداخلية والإقليمية هي الماكينة الانتخابية الأقوى. مثلاً مدام لحوض بالقصر الجمهوري. نادين موسى لا تجهل ذلك، ولكنها لا تزال تأمل أن تضاف إلى مجموعة صورها صورتها في القصر الجمهوري. زواجها من أمريكي يحرمها من أعطاء الجنسية اللبنانية لأولادها، ولكن تلك ليست الشائبة الوحيدة التي تعيبها على النظام اللبناني. حظوظ كل مواطن صالح وكل مواطنة صالحة، وبتعتبر ان على قد المسؤولية وعندها مشروع بتعرضه وتقدمه للشعب اللبناني وللبنان، حظوظها كتير مهمشة مثل ما هي مهمشة مع هكذا نظام وهكذا خلل وهكذا ممارسة غلط. المقاربة السياسية والأداء السياسي بده تغيير جذري. كمان خاضت نادين معركة انتخابات عبر الإنترنت، هي تؤمن بخيار المواطنين، وإن كان لا يخفى عليها أن لا مكان لخيار هؤلاء في حسم اسم الرئيس ضمن التركيبة الحالية للنظام اللبناني. كارين طرباي، بي بي سي، بيروت.